محور حزب الله مطالب اليوم يعني التراجع خطوة إلى الوراء، كما قال المرشد الأعلى الإيراني أنه لا بأس من التراجع التكتيكي خطوة إلى الخلف كي نضمن البقاء على الأقل. التراجع التكتيكي الذي كنت تتحدث عنه، هل إيران تستطيع الآن أن تقوم بهذا الدور أو بسياسة التراجع التكتيكي بالمواجهة نعم المواقف نعم بين تستطيع. الحكومة إيران اللبنانية هي الراعي وبين حزب الثاني الله؟ للبلدان. نعم تستطيع، لطالما تغنى حزب الله أن ولائنا وأكلنا وشربنا وسلاحنا وملبسنا والمازوت والدواء وكل مؤونة حزب الله من إيران. بالأمس الإسرائيلي ضرب السيد حسن نصر الله في مقر إيادته، مقر إقامته ومقر إيادة حزب الله، ويقال أن الضربة لم تأخذ فقط البشر إنما أجهزت أيضا على كل المدخرات، مدخرات حزب الله تكون في مركز الإيادي بهذا المركز بضاحية بيروت الجنوبية. دكتور الضربة بشارة، كبيرة جدا، لذلك إيران هي القادرة اليوم على انتشال حزب الله من المأزق. المأزق يعني أي تخفيف الأضرار، تخفيف الأضرار عن حزب الله كقيادة وتخفيف الأضرار عن جمهور حزب الله وعن بيئة حزب الله وعن اللبنانيين ككل الذين يعني يدفعون فاتورة هذه الحرب التي شنها الإسرائيلي بسبب يعني ربط الساحات ما بين لبنان وغزة. هناك رأي في لبنان، رأي قوي، كان يقول يمكننا دعم غزة من دون تعريض لبنان إلى الخطر، من دون الدخول في جبهات مساندة، كان يمكننا أن نذهب إلى المؤسسات الدستورية وننتخب رئيس للجمهورية، ومن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يمكننا أن ندعم غزة والقضية الفلسطينية من خلال المحافل الدولية بصوت لبناني عالي، لبنان الرسمي. لكن دخول حزب الله على خط المعركة يبدو أنه يعني ظهر تباينا في الموقف ما بين حزب الله كقيادة لبنانية وما بين القيادة الإيرانية التي قالت في اليوم الأول أن لا دخل لها في عملية طوفان الأقصى. ومنذ ذلك الوقت بدأ ما يشبه التمايز بين قيادة حزب الله والقيادة الإيرانية.